أما بعد، قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في البداية أيها الأعزاء، أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على أن جدد اللقاء لي بكم. أنتم أحبتي وأعزتي وإخوتي وأخواتي وأبنائي وأصدقائي وأهلي. بعد سفرة قمت بها إلى العتبات المقدسة في العراق وإيران، حيث تشرفت بزيارة مراقد الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكنت فيها من الداعين لكم جميعا أيها الأعزاء في حرم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحرم سيدنا ومولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخيه أبي الفضل العباس، وكذلك في حرم مولانا ثامن الأئمة الأطهار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. دعوت لكم جميعا أيها الأعزاء، كنتم في دعائي وفي صلواتي وفي قلبي ومشاعري تذكرتكم جميعا ودعوت لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا زيارة تلك البقاع المشرفة، وأن يكتب لنا شفاعة أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، شفاعتهم في الآخرة وزيارتهم في الدنيا، إنه ولي ذلك. كذلك أود أن أشكر الإخوة والأخوات الذين حضروا الصلوات، صلوات الجمعة، في هذه الفترة أثناء غيابي، مؤتمين بإمامة أخي وعزيزي سماحة العلامة الحجة السيد الشرع حفظه الله، الذي يرعانا دوما بمحبته وفضله وكرمه، ويتسع قلبه الكبير لنا جميعا، حيث يستضيفنا منذ فترة طويلة في هذا المكان المبارك وفي هذا المركز المقدس المنتسب لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كذلك أود أن أرحب بأخينا العزيز سماحة العلامة السيد طاهر الشميمي من علماء القطيف والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث يشرفنا هنا ويقوم بزيارة الجالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وذويه وأن يوفقه لكل خير، وأن يفرج عن ولده المعتقل في سجون البحرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع المظلومين في البحرين وفي السعودية وفي كل مكان بإذن الله. كذلك أود أن أقدم التعازي لأخي وعزيزي سماحة العلامة الشيخ صفاء الخطيب، أخينا العزيز الكريم، بمناسبة وفاة والده الفاضل الحاج أحمد الخطيب. أتقدم إليه وإلى أسرته الكريمة بخالص العزاء والمواساة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد والده الكريم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنته مع النبي محمد وآله. وأطلب منكم جميعا أن نقرأ سورة المباركة الفاتحة عن روح والده الكريم الحاج أحمد الخطيب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا،
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآيات الكريمة تبين موقع الصديق في حياة الإنسان وتأثيره الكبير على مصير الإنسان، بحيث أن الصديق يلعب دوراً كبيراً في حياة الإنسان، قد يحرفه عن الطريق وعن الصراط المستقيم وينتهي به إلى غضب الله ونار جهنم والعياذ بالله. ولذلك تتحدث الأحاديث والروايات الشريفة المروية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين، تتحدث عن أهمية الصديق وعن أهمية اختيار الصديق الصحيح، وأن لا يتبع الإنسان عواطفه فيختار أصدقاءه اعتباطاً. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إنسان يتأثر بدين صديق وخليل، فإذا كان خليله على الصراط المستقيم فسيتأثر الإنسان باتباع صديقه وبدين صديقه، وإن كان صديقه ذو عقيدة فاسدة يؤثر هذا على عقيدة الإنسان نفسه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الصديق أقرب الأقارب. صديق الإنسان أقرب إليه من أقربائه، لأنك تلتقي بأصدقائك أكثر مما تلتقي بأقربائك. ولذلك جاء في الحديث عن أمير المؤمنين نفسه عليه السلام أن القرابة تحتاج إلى الصداقة، والصداقة لا تحتاج إلى القرابة. يعني قريبك إذا ما يكون صديقك أنت ما تشوفه وما تلتقي فيه، بس صديقك مو بحاجة يكون قريبك حتى تشوفه وتلتقي فيه. فالصديق أقرب إلى الإنسان حتى من قريبه. ولذلك يجب أن يلتفت الإنسان إلى من يخالل ومن يتخذ صديقا. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: النفوس أشكال، فما تشاكل منها اتفق، والناس إلى أشكالهم أميل. عادة الإنسان يميل في صداقاته إلى من تتماثل شخصيته مع شخصيته. ولذلك جاء في الأمثال إن الطيور على أشكالها تقع. السنخية هذه من خصائص الإنسان، فإذا كان الإنسان مستقيماً عادة يخالل المستقيمين، وإن كان أعوج يخالل ويصادق الناس العوج. لذلك يجب أن يلتفت الواحد منا إلى تأثير الأصدقاء في حياته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس من خالط كرام الناس. الإنسان السعيد هو الذي يخالط ويعاشر كرام الناس، الناس اللي عندهم كرامة، الناس اللي يعرفون الفرق بين الحلال والحرام والعيب والجائز، الناس الذين يعرفون اللياقات ويعرفون الأصول. ما تخالط حي الله تشوف إنسان والله عنده شوية فلوس أركض وراه، عنده شهرة أركض وراه. لا الشهرة لها قيمة ولا الأموال لها قيمة إطلاقا. حاول أن تصادق ذوي الأخلاق الطيبة، حاول أن تصادق أصحاب الأصول الكريمة، لأنهم سيؤثرون من خلال أقوالهم وأفعالهم، يؤثرون على شخصيتك. فلا تختار إلا من يؤثر إيجابياً عليك،
وعلى سلوكك. ما تفكر تركض وراء أصحاب الأموال، أصحاب الشهرة وهم فارغون من الداخل، لا أخلاق لهم. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: لا تسمي الرجل صديقا سمة معرفة حتى تغتبره بثلاث. ما تعتبر صديق حقيقي حتى يجتاز ثلاث امتحانات. الامتحان الأول يقول: تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل. إذا شيء مرة سأبه تزعل منه، تشوف هل هذا الزعل والغضب يخرجه من الحق إلى الباطل؟ هناك من الناس بسهولة بسبب غضبه وموقفه تجاه شخص يخرجه غضبه وموقفه تجاه الآخرين يخرجه من الحق إلى الباطل، يصير يحكي كلام عاطل في حقه، كلام كذب، يخرجه غضبه من الحق إلى الباطل، يصير يحكي كلام مش صحيح، يصير يحكي يختلق كلام غير موجود. ليش؟ لأنه زعل والله مرة منك. قد الإنسان يزعل من شخص آخر، هذه طبيعة البشر، قل من لا يغضب، ولكن لا يجوز أن يخرجني الغضب تجاه شخص يخرجني من الحق إلى الباطل، أصير أقول عاطل في حق. أنا زعلت من الشخص الفلاني، أصير أحكي ضده بالعاطل، أقول عنه هو إنسان بخيل، هو مش إنسان بخيل، أقول عنه إنسان جاهل، هو مش إنسان جاهل، لكن لأني زعلان منه أصير أتهمه بما ليس فيه. اختبر صديقه في حال الغضب، هل يخرجه غضبه من الحق إلى الباطل؟ إذا أخرجه غضبه من الحق إلى الباطل، اعرف هذا ما يصلح أن يكون صديقا لك. اثنين: وعند الدينار والدرهم. جرب أنطيه شوية دنانير أمانة، شوف يرجعها ولا لا. ذاك اليوم شخص يحكي لي، يقول هو تاجر مجوهرات وخواتم، يقول: جاءني شخص من أصدقائي قال أنا حابب أشتري منك هذا الخاتم، تفضل. قال: بس أنا ما عندي ثمنة، الآن عندي خمس الثمن، يعني إذا كان سعره خلينا نقول 1000، عندي 200، أعطيك الآن وبعد شهرين ثلاثة أسدد لك. قلت له: لا مانع. أعطيت الخاتم، مرت شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، أخونا ما يجيب الثمن. طالبته بالثمن، قلت له: يا فلان باقي عليك 800. قال لي: حاج أنت ما شاء الله، الله معطيك كثير، شو 800؟ شو قيمة 800؟ 800 إلها قيمة أو ما إلها قيمة؟ رقم كبير أو صغير، أنت إلك حق تسلب الآخرين حقهم وتأكل أموالهم؟ قال لي: أنا ما عندي أعطيك. قلت له: ما عندك تعطيني؟ بسيطة، رجع لي الخاتم. يعني إذا الإنسان ما لبس خاتم يموت من الجوع؟ لا، رجع لي الخاتم. قال: لا يا أخي، هذا فيه ثواب للصلاة، لما أصلي ثواب، عجيب، في ثواب الصلاة وما تدفع الثمن؟ هذا غصب، هذا غصب، بل هذا سرقة، هذا سرقة مبطنة. في ناس يسرق علنا، يدخل على بنك، على مكان يسرق يسطو، لكن في سرقة أشد وأسوأ من السرقة العلنية، هي السرقة المبطنة، وهي أن تأخذ من إنسان أمواله ما ترجع له المصاري. شنو فرق هذه مع السرقة؟ ما فرق هذه مع السرقة؟ نعم، ما شال سلاح عليه، ليش هي السرقة بدها سلاح؟ سرقة سرقة، ما في فرق، يرفع الإنسان سلاح أو لا. إذا إنسان أخذ مال من شخص ولم يعده إليه، هو هذا نوع من أنواع السرقة.
هذا نوع من أنواع السرقة. يقول جربه في الدينار والدرهم، وعند الدينار والدرهم حتى تكتشف حقيقة هذا الصديق. أعطيه فلوس، أمنه أمانة وشوف يرجع لك ولا ما يرجع، بيع له بضاعة وانطر الثمن شوف يرجع لك ولا ما يرجع. إذا رجع لك قول هذا على رأسي، وإذا ما رجع لك وصار يجيب لك أعذار يمين وشمال فلا حاجة لك بصداقة هذا الإنسان، هذا ليس صديق. ثم يقول وحتى تسافر معه، الاختبار الثالث سافر معه، في السفر تظهر حقيقة الإنسان، تشوفه إذا كان صديق مخلص يخدمك في السفر، ما يكون أناني. في ناس أناني دائما يدور الشيء المنيح له، المكان المريح أنا آخذه، الأكل الزين أنا بديه، الشراب الجيد أنا بديه، دائما يعتبر نفسه هو أفضل من الآخرين. وفي ناس لا والله يخدم الآخرين، يقدمهم على نفسه، تسافر معاه تشوف يقدمك يفضلك يخدمك. هنا تنكشف حقيقة الصديق إذا كان صديقا مخلصا أو مجرد اسم صديق. أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأنتقل إلى الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.